بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى ظهر الدهور كلها امين. لو تفتكروا احنا الثلاث اللي فات بدينا مع بعض فكره عن الصلاه الربانيه، وقلنا ان احنا هنبتدي مع بعض تأملاتنا في الصلاة الربانية، لان طبعا لو احنا فكرنا اليومين دول نلاقي ان الصلاة الربانية دي بدأت لما قضى السيد المسيح الليل كله في الصلاة، وبعد كده في إنجيل معلمنا لوقا البشير نلاقي واحد من التلاميذ يقول للسيد المسيح: علمنا يا ربي كيف نصلي. وطبعا السؤال ده كان غريب، لأن كل التلاميذ من أصل يهودي، وطبعاً مفروض إن هم عندهم صلوات محفوظة عن ظهر قلب، يعني كل واحد فيهم عنده صلوات بيصليها وفي نفس الوقت حافظ صلوات كتير. لكن اللي واضح إن منظر السيد المسيح لما قضى الليل كله في الصلاة كان منظر شد انتباه التلاميذ وخلاهم يقولوا له: علمنا يا ربي كيف نصلي. وطبعا احنا مش ممكن ننسى لما خد السيد المسيح ثلاثة من تلاميذه وطلع على الجبل قدامهم علشان يصلي. وأول ما طلع على الجبل تغيرت هيئته قدامهم، بقى شكل تاني، لدرجة إن التلاميذ يعني الانفعالات بتاعتهم كانت غريبة جدا. ناس منهم ناموا وبعد كده قالوا له: إيه رأيك؟ إحنا عجبانا القعدة ديت، ما نعمل ثلاث مظال، يعني لك والموسى وإيليا اللي كانوا معاه على الجبل. ونسى التلاميذ نفسهم، وفي الوقت ده جت سحابة وظللتهم. ومش غريب أبدا إن واحد من التلاميذ يقول له: جيد يا رب أن نكون ها هنا. عموما صلاة أبانا الذي زي ما قلت لكم قبل كده إن احنا بنسميها الصلاة الربانية، وهي تعتبر صلاة نموذجية بفيها معاني روحية كتيرة جدا عميقة إلى أقصى درجة. والحقيقة يكفي إن الصلاة الربانية علمها لينا مين؟ السيد المسيح نفسه. نلاقيه في العزة على الجبل اللي بنعتبرها دستور المسيحية
يقول للتلاميذ صلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السماوات. ولما سأل واحد من التلاميذ في إنجيل معلمنا لوقا 11 وقال له: علمنا يا رب كيف نصلي، كما علم يوحنا تلاميذه، نلاقي السيد المسيح يقول له ايه؟ متى صليتم فقولوا أبانا الذي في السماوات. خدوا بالكم يا جماعة من عبارة متى صليتم فقولوا، يعني كأن ده هوت وصية أو أمر إلهي إن احنا نصلي الصلاة أبانا الذي باستمرار. عشان كده نفتح بيها كل الصلوات الطقسية، كل صلوات الأجبية، كل صلوات خاصة في أي اجتماع صلاة، نلاقي نفسنا بنستعمل نفس الصلاة، وبالتالي كأن هي دي المنهج بتاع الصلاة اللي بيوافق مشيئة ربنا. علشان كده بيني وبينكم لما احنا ساعات نقف نصلي نعمل ايه؟ نقعد نجيب من شمال ومن يمين ومن شرق ومن غرب، كلها طلبات ايه؟ حسب اهوانا وحسب فكرنا، وكأننا مشغولين بحياتنا الأرضية، وده كل اللي احنا عايزين نطلبه من ربنا. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال لنا ايه؟ نحن لا نعلم ما نصلي لأجله. احنا ساعات كده بنصلي لكن مش عارفين احنا بنصلي ايه. الصلاة دي عبارة عن 7 طلبات، 3 منها خاصة بربنا والباقيين خاصين بنا احنا، زي بالظبط الوصايا 10 اللي ربنا كتبها بإصبعه في خروج 31. اللوح الأولاني كان خاص بالوصايا اللي هي يعني تمس علاقة الإنسان بربنا، واللوح الثاني خاص بالوصايا اللي هي متعلقة بمعاملات الإنسان بأخوه الإنسان. وبالتالي يبقى في الأول عايزين نعمل علاقة حلوة مع ربنا، وبعد كده سهل إن احنا نعمل علاقة حلوة مع بعض، لكن لو أنا ما بدتش مع ربنا صعب جدا إن أنا نبتدي مع أخواتي. وبالتالي تلاقي 3 طلبات الأولانية: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك. دول 3 طلبات الأولانية. طب 4 طلبات اللي خاصة بينا: خبزنا أعطنا، اغفر لنا ذنوبنا، لا تدخلنا في تجربة، نجينا من الشرير. فبالطريقة دي يبقى الصلاة الجزء الأولاني خاص بربنا في 3 أجزاء، والجزء الثاني
خاص بينا احنا في الاربع طلبات التانيه. ولما نيجي نصلي ونختم الصلاه نلاقي ان الكنيسه حطت بالمسيح يسوع ربنا. نسال ليه؟ عشان ايه؟ سيد المسيح قال في اكثر من مره: كل ما طلبتموه من الآب باسمي يعطيكم. ويرجع يعاتبنا ويقول: إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. ده إيه؟ ده في يوحنا 6 23. ويرجع مرة تانية يقول: لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسم. ويرجع يكرر مرة تانية يقول: تطلبون باسمي، في يوحنا 16. فبالطريقة دي لما بنقول بالمسيح يسوع ربنا يبقى احنا بننفذ وصية السيد المسيح اللي قال لنا: إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا فتأخذوا ليكون فرحكم كاملا. بنبتدي الصلاة ونكلم ربنا، بنقول له: أنت أبويا، وبنقول له: أبانا. خدوا بالكم لما بدينا نكلم ربنا ما كلمناهوش كملك، ما كلمناهوش كخالق، ما كلمناهوش كضابط الكل، رغم ان هو كل الحاجات دي تخصه، لكن كلمناه كأب. وده يخلي الارتباط بيني وبين ربنا على مستوى تاني، زي ما يكون ابن بيكلم أبوه، فده علاقة على مستوى كبير قوي. وبالتالي نلاقي السيد المسيح بيعلمنا ان احنا نكلم ربنا كأب، وده يخلينا نفتكر أنا علاقتي بربنا مش علاقة عبودية أو مجرد علاقة مخلوق بالخالق بتاعه، لا، أنا علاقتي علاقة أبناء بأبوهم. ولدرجة إن ربنا نفسه بيفضل إن احنا نقول له في الصلاة: أبانا. والحقيقة ربنا من زمان هو بيأكد على أبوته للإنسان. يعني لو رحنا في تكوين 6 وبنقرأ عن قصة الطوفان، يقول لك: رأى أولاد الله بنات الناس أنهن حسنات. يبقى هنا في أولاد الله وفي بنات الناس، مين دول ومين دول؟ طبعا بنات الناس دول بنات قايين القاتل. بعد ما هابيل مات، أبونا آدم جاب واحد تاني سماه شيث، وشيث ده خلف، وولاد شيث دول كانوا يعني يعتبروا ولاد ربنا.
وعشان كده لما يقول رأى أولاد الله بنات الناس أنهن حسنات، بيقصد ولاد ربنا بمعنى ولاد شيس، بنات الناس بناتها بنات قايين القاتل. وفي سلسلة أنساب السيد المسيح تلاقي ربنا يحط شيس، يقول ابن أنوش ابن شيس ابن آدم ابن الله في لوقا 3. وده بيدل على إيه؟ على إن آدم اتسمى ابن الله، وبالتالي كل واحد مؤمن فينا بيقول لربنا أنت أبويا. ونلاقي وصية قديمة قوي ربنا قالها في سفر الأمثال 23: يا ابني أعطني قلبك. يعني من زمان ربنا بيقول يا ريتكم تبقوا أولادي. وفي سفر إشعياء تلاقي ربنا يكرر كلمة أولاده دول، يقول كده إيه: فإنك أنت أبونا، أنت يا رب أبونا. ويرجع تاني يقول: والآن يا رب أنت أبونا وكلنا عمل يديك. والحقيقة حاجة عجيبة جدا، إن حتى لما بنقع في الخطية ربنا ما بيتخلاش عن أبوته لينا. عشان كده تلاقيه بيقول حاجة تعبير جميل قوي، يعني صعب لكن جميل، يقول: ربيت بنين. خدوا بالكم من ناحية ربنا، هم بنين. ونشأتهم أمرهم فعصوا علي. وتلاقي في إنجيل معلمنا لوقا 15 لما يجي ربنا يتكلم عن الابن الضال يقول: ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجدناه. يعني الحكاية هو مازال ابني، ومش ممكن مش ممكن من ساعة ما بنتولد في المعمودية وناخد صفة البنوة لله، ربنا مش ممكن يتخلى عن أبوته لينا. تقول يعني ابونا يعني ربنا أبويا، نقول لك آه، ربنا كأب ليا يعرف احتياجاتي، يعني من غير ما نطلب. قال: يا جماعة أنا عايز أقول لكم على حاجة، أبوكم السماوي يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. يا ربي، يعني أنت عارف احتياجاتنا المادية وعارف كل اللي احنا ناقصنا يا ربي، وانت كأب من غير ما نطلب هتدينا. ده يقول اكتر من كده: يشرق شمس على الابرار والاشرار، ويمطر على الصالحين والطالحين، ويشبع كل حي من رضاه. يعني ربنا عارف احتياجاتنا وبيوفي احتياجاتنا باستمرار. عشان كده القديسين عمرهم ما تشغلوا باحتياجاتهم. عجبتني قصة عن واحد كان عنده حتة أرض، وكان متعود كل سنة إن يزرع الأرض دي قمح، وفي آخر السنة يحصد الأرض فتجيب له 12 أردب قمح.
كل شهر نستخدم دبة من القمح. في سنة من السنين جابت له 10 دبة قمح. فراح الراجل لموسى النبي قال له: أنت كليم الله وأنا عندي مشكلة، لو تسمح تطلع تكلم ربنا عليها. قال له: حاضر، إيه المشكلة؟ قال له: المشكلة ببساطة إن أنا كل سنة بيجي لي 12 دبة قمح، وكل شهر بيبقى عندي 1 دبة. السنة دي ما جاليش غير 10 دبة بس. طيب عايز ايه؟ قال له: ربنا يديني كمان 2 دبة عشان يبقى مطمن على بقية السنة. يقول له موسى طلع ونزل، قال له: ربنا طالب منك حاجة علشان يديلك. قال له: ايه؟ قال له: في واحدة ست عندك في الشارع اللي جنبك، عايزك تعمل لها عشاء كويس. دي واحدة ست فقيرة، وتودي لها العشاء ده وتقول لها: يعني أنا جايب لك العشاء ليكي ولولادك. قال له: حاضر، دي بسيطة. راح الراجل جهز العشاء وراح خبط على الست وقال لها: ست اتفضلي العشاء. قالت له: ابني الحمد لله أنا تعشيت وولادي تعشم ونشكر ربنا. قال له: طيب. قال لها: طيب، ممكن نقول لك على حاجة؟ قالت له: إيه؟ قال لها: ممكن تخلي الأكل ده عندك لبكرة وتتعشي بيه بكرة بالليل؟ قالت له: يا ابني نشكر ربنا على النهاردة، وأنا هنشيل هم بكرة؟ لا يا ابني، أنا ربنا قال لي يكفي اليوم شره، لا تهتموا بأمر الغد. خذ يا ابني الأكل ده، شوف حد تاني يكون محتاج له. قال لها: يا ست اسمع الكلام. قالت له: يا ابني حنوديه فين؟ لا أنا محتاجة له ولا أولادي محتاجين له، شوف حد تاني محتاج له. خد الأكل ومشي وروح بيته، وقف يصلي. قال له: يا ربي، الست الفقيرة اللي أنت بعتني ليها بالعشاء رفضت تاخد العشاء لأنها اتعشت، وأنا يا ربي اللي عندي يكفيني ل10 شهور قدام شايل هم اللي بعد كده. وسجد هذا الرجل قدام ربنا وقال له: يا ربي سامحني، انت ابويا ومش ممكن تخليني نحتاج لحاجة ابدا. ابوة ربنا ليا بتدل على رأفة ربنا وحنانه، عشان كده أكتر واحد يكتب عن الحكاية دي داود النبي في المزامير بتاعته، عشان كده يقول إيه: كما يتراءف الأب على البنين هكذا يتراءف الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا يذكر أننا تراب نحن. سمعين بقى الكلام ده؟ ربنا بيترأف على الناس الخائفين بتوعه زي ما بيترأف الأب على البنين. طب ما احنا أولاد خلاص. يعرف جبلتنا ويذكر أننا تراب نحن. هو عارف ضعفاتنا وعارف ضعفنا وبيشفق علينا. لما يبقى عندك ابن صغير كده وطفل صغير
تبقى عملت طبطب عليه واخد بالك منه وخايف عليه لأنك عارف ضعفاته. عشان كده معلمنا يوحنا الحبيب اللي اختبر محبة ربنا في رسالته الأولى الإصحاح الرابع يقول إيه؟ نحبه لأنه أحبنا أولاً. إحنا بنحب ربنا لأنه حبنا في الأول، وبالتالي عبارة أب زي ما إحنا شايفين بتدل على حب ربنا العميق لينا وإزاي بيعاملنا مش كعبيد لكن كأبناء. وبالتالي يقول لنا بصراحة كده في يوحنا 15-14، لا أعود أسميكم عبيد بل إيه؟ بل أبناء، بل أحباء. ما بقيتوش عبيد خلاص. عشان كده نلاقي في أبوة ربنا لينا إن ربنا بيترأف علينا. كل واحد فينا كابن في تعبه يلجأ لأبوه ويرمي نفسه في حضنه ويقول له يا أبا ماليش غيرك. إذا كنا بنتعامل كده في دائرة علاقتنا بأولادنا الأرضيين وفي دائرة علاقتنا بأبوة ربنا لينا، طب أمال إزاي بقى ربنا بيتعامل معانا؟ قريت قصة عن طيارة اتخطفت، والناس اللي في الطيارة كانوا مرعوبين جدا، وفي منتهى الخوف، ومش عارفين الطيارة اللي اتخطفت دي هتروح على فين. ولما نزلت الطيارة في المطار اللي اتخطفت ليه، ما حدش من الركاب اللي نازلين عارف أو فاهم الطيارة دي فين حتى ومصيرهم ايه. والصحفيين عمالين يصوروا الناس في حالة خوف شديد جدا. منظر لفت نظر الصحفيين وخلاهم يسيبوا كل الناس اللي على الطيارة وبدوا كلهم يركزوا على منظر أم شايلة طفل صغير في حضنها ونزل بيه من الطيارة والطفل في نوم عميق جدا. الطفل اللي مع أمه ده هوت في حالة اطمئنان ومش فارقة معاه الطيارة تنزل لفين، أصل حنان أمه عليه وحضن أمه اللي هو محوط حواليه خلاه في حالة اطمئنان. عشان كده أبويا السماوي بيترأف عليا وبيعاملني بمنتهى الحنان، يبقى أنا لما بنقول لربنا أنت أبويا بنفتكر أول حاجة
إن أبويا عارف احتياجاتي. الحاجة التانية إن أبويا بيعاملني بحنان وبيترأف علي باستمرار. ربنا في أبوته هو قدوة لي وقدوة لكل أب، لأن من محبة ربنا لي يعتبرني ابنه أو يسميني ابنه. أنا رب شوية تراب، أنا إنسان مسكين، أنا ولا حاجة، لكن أنت ربي عجيب جدا، ترفع البائس من المزبلة ليجلس مع رؤساء شعبه. لولا محبتك يا ربي ما كنتش سمحت ليوحنا الحبيب ان يتكئ على صدرك. لولا ابوتك اللي مليانه حب ما كنتش خليت يوحنا يقول في رسالته الاولى الاصحاح الثالث: انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولادا لله. شوفوا محبة ربنا قد إيه اللي خلتنا، اللي خلاته بمعنى تاني يسمينا أولاد ليه. يبقى ثالث حاجة محبة ربنا اللي دعتني ابني ليه بيقدم لي قدوة لكل أب في الحب، بيقدم لي قدوة في التواضع. يا رب لما تيجي تاخد أبناء، تاخد ناس من التراب من المصدرة وغير الموجود علشان يبقوا شعب ويحملوا اسمك، صحيح يا ربي عجيب في تواضعك، دخلتنا كلنا في أسرة واحدة وانت أبونا كلنا، وكل البشر الأتقياء هم أبناء لله. يا ربي لما خلقتني على صورة كمثالك، بس بعد كده أنا رحت شوهت الصورة وقعت في الخطية لأني رفضت الطاعة، لكن في تواضعك خلقتني على صورتك ومثالك، وفي تواضعك لما أنا سقطت في الخطية أخذت جسد ونزلت كإنسان واتولدت في مزود بقر وغسلت الرجلين عشان توريني إزاي رب الأبوة كلها اتضاع. يا ربي أنا عايز نقول لك أنت الأبرع جمالا من بني البشر، ده يخليك تختارني أنا كابن ليك. أنت اللي مكان لما الواحد بيبص لوشك بيشوف الطهارة والقداسة والسلام والاتضاع والهدوء، كل الصفات الإلهية موجودة فيك. طب أنا كابن يا ربي في هذه الصفات عموما يا ربي، أنا عايز نقول لك إن أنت لما اخترتني كابن ليك دا
ده علامة التواضع الكبير منك، لأنك أنت ربي نزلت وعطتني الولادة من الماء والروح، وعطتني أن أنا نبقى هيكل روح الله وروح الله ساكن فيا. وبعد كده ربي تديني الإمكانية أن أنا نكون ابن ليك. من أجمل الحاجات يا ربي اللي أنت علمتها لنا، أن إحنا لما نكلمك كأب ما نكلمكش بلغة المفرد، أنت أبونا كلنا. يعني أنا يا رب لما بنكلمك ونقول لك أبانا الذي في السماوات وبنكلمك بلغة الجمع، ده بيأكد على أننا أعضاء في جسدك الواحد، وكلنا يا رب بالأبوة وبالوحدانية اللي جمعتنا خلينا نكلمك ونقول لك أبونا اللي في السماء. حتى رب الكنيسة لما جت تحط كده قانون الإيمان حطته بلغة الجمع، نعظمك يا أم النور الحقيقة، بالحقيقة نؤمن كلنا بإله واحد. يا ربي أنا عايز نقول لك إن أبوتك ده عظيمة جدا. انتسبنا ليك وارتبطنا بيك، ده بيدينا نعمة كبيرة قوي. أنا عايز نختم بقصة عن اتنين مبشرين كانوا بيبشروا في بلد من البلاد، وواحد فيهم بدأ يشعر باليأس، مفيش أي استجابة، الناس ما بتسمعش كلمة ربنا. طب وبعدين؟ وقفوا الاثنين يصلوا مع بعض، وجالهم واحد ثالث من المنطقة يعرفوه، وقفوا الثلاثة يصلوا مع بعض. وبعد ما خلصوا صلاة الأخ اللي يائس ده يائس قوي، فواحد تاني قال له أنت زعلان؟ طب ايه رأيك؟ انا هنقول لك على حاجة، على فكرة انا صفر وفلان ده الضيف بتاعنا ده صفر برضه، وانت كمان صفر، ما فيناش فايدة، مش هنعرف نعمل حاجة. بس خد بالك نحن في نفس الوقت نقدر نعمل عمل ألف واحد. قال له يعني إيه؟ قال له لما المسيح يجي جنب الصفر والصفر والصفر يبقى ثلاث أصفار دول ألف، وساعتها نعرف محبة ربنا ونعرف أبوة ربنا ونعرف ان احنا نقول كلنا بلغة البنوة لله، استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. انا نفسي نكمل مع بعض يوم تاني، لكن عايزكم تفتكروا إن أبوة ربنا لينا دي حاجة جميلة قوي. أبوة ربنا لينا ديت
عبارة عن إنها بتخليني نشعر برأفة ربنا وحنانه علي، بتخليني نطمن إن ربنا عارف أنا عايز إيه. مفيش أب فينا ينسى احتياجات ولاده، وقال لنا كده: إذا كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحري أبوكم السماوي. أبوة ربنا معناها رأفة وحنان، أبوة ربنا معناها القدوة لينا في المحبة، أبوة ربنا لينا معناها منتهى الاتضاع، لأن ربنا يقبل. إحنا التراب، إحنا المزدرى وغير الموجود، إن إحنا ندعى بنين ليه. ربنا يدينا نعمة ودينا كده إن إحنا نبقى فرحانين ونبقى كده دايماً فخورين بإن إحنا أولاد لله، ونقول يا ربي معك لا أريد شيئاً، ونقول يا ربي أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني، ونقول يا ربي أنت نزلت في اتضاع وأنت ابن الله وأخليت ذاتك وأخذت شكل العبد. وبعد كده يا ربي سمحت لينا أن احنا نكلم الآب السماوي ونقول له أبانا الذي في السماوات. ربنا يدينا نعمة كل يوم في حياتنا عشان نفرح بمحبة ربنا، نتمتع ببركات أبوة ربنا لينا، نبص كده على المسيح القايم من بين الأموات، نعيش في منتهى القوة، منتهى الغلبة، منتهى الفرح، منتهى السلام كل أيام حياتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.